كان هدفنا من هذا العمل إزالة الاختناقات وتأمين سيابية المياه والتخلص من النباتات والأعشاب وتقليل كلف الصيانة وتقليل الرشح من جوانب القناة والحفاظ على المياه. ولكون هذا الموقع موقع العمل داخل مركز القضاء، رأينا أن نطور المشهد الطبيعي على جانبي النهر ليكون موقعا جميلا يسر الناظرين. ولا يسعنا هنا إلا أن أشكر جزيل الشكر إلى السيد محافظ الديوانية الأخ العزيز الأستاذ ميثم الذي وقف بكل جدية في دعم كافة أعمال وزارتنا وكافة الأنشطة التي تقوم بها كوادرنا في هذه المحافظة.